بناءً على توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لكافة أجهزة الدولة المصرية بالاستعداد الكامل للتعامل مع تبعات الحرب على قطاع غزة وتقديم كافة سبل الدعم للفلسطينيين، ومنذ اليوم الأول للأزمة قامت الدولة المصرية بوضع خطة إدارة الأزمة لتقديم الدعم الطبي لأهالينا من قطاع غزة، حيث تم تشكيل لجنة لإدارة الأزمة من خلال غرف العمليات والتحكم والسيطرة وإدارة الأزمات المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وكذلك تشكيل لجان فرعية بالمحافظات وغرف أزمات احتياطية. تم وضع مخطط لمستشفيات الإحالة التي تستقبل الحالات والنقاط الطبية وتقسيمها لثلاثة مستويات طبقاً للخدمات المطلوبة ومستوى الإشغال والتنسيق مع الجهات المعنية بإجمالي 37 مستشفىً بثماني محافظات بمشاركة 35,234 طبيباً و 38,744 ممرضاً وفرق دعم مساندة، مع التأكيد على المديريات الصحية بزيادة الأطقم الطبية بالأقسام الحرجة والأطقم المعاونة والعمل على مدار 24 ساعة. وجاءت المستويات كالتالي: المستوى الأول مستشفيات محافظة شمال سيناء، الشيخ زويد والعريش وبئر العبد. المستوى الثاني مستشفيات محافظات بورسعيد والإسماعيلية والسويس والشرقية ودمياط. المستوى الثالث مستشفيات محافظات القاهرة والجيزة. تم تجهيز ودعم المستشفيات بأحدث الأجهزة الطبية المتوقع استخدامها أثناء إجراء العمليات المختلفة للمصابين، مع دعمها بكميات كبيرة من الطعوم الروتينية والتطعيمات الدولية والأمصال، بالإضافة إلى تأمين احتياطي لأكياس الدم ومشتقاته وكذلك أكياس البلازما، حيث تم دعم محافظة شمال سيناء من أكثر من 8 بنوك دم إقليمية في 7 محافظات على مستوى الجمهورية. ونظراً لتعقيدات الحالات المصابة، تم اختيار بعض المستشفيات عالية التخصص لتصبح قادرة على تقديم الخدمة الطبية وخاصة في مجالات الإصابات والأورام. تم توفير الخدمات الإسعافية ورفع الجاهزية الطبية بمعبر رفح البري والدفع بسيارات الإسعاف المجهزة بكافة التجهيزات لاستقبال المصابين وتقديم الخدمات الإسعافية حتى يتم نقل الحالات للمستشفيات المصرية، حيث تم تجهيز نقطة إسعافات أولية مجهزة بأدوية الطوارئ لفرز وتحويل الحالات. الدفع ب 150 سيارة إسعاف، منهم 30 سيارة إسعاف مجهزة بأجهزة عناية مركزة وأجهزة تنفس صناعي متواجدة بمحيط المعبر، و 90 سيارة إسعاف دعم قريب من داخل المنطقة الشمالية، ثم 30 سيارة إسعاف دعم احتياطي من المنطقة المركزية. تم الدفع بفرق من الحجر الصحي المصري وعمل الإجراءات الوقائية والاحترازية وفحص القادمين من الجانب الفلسطيني واتخاذ كافة الإجراءات الطبية، وبجهود مصرية خالصة وتوجيهات القيادة السياسية تم استقبال الأطفال المبتسرين حديثي الولادة من قطاع غزة، حيث تم تجهيز سيارات الإسعاف المتواجدة بمنفذ رفح البري بأحدث المستلزمات الطبية والمعدات والحضانات المجهزة والأطقم الطبية المتخصصة للتعامل معها. كما تم نقل 12 طفلاً بواسطة الإسعاف الطائري إلى مستشفى العاصمة الإدارية الجديدة لتلقي العلاج. كما تم استقبال الطفل الفلسطيني عبد الله كحيل الذي استنجد بفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي للعلاج بمصر، وفي استجابة فورية أمر السيد الرئيس بإحضار الطفل ويتلقى العلاج حالياً بمستشفى معهد ناصر. ومنذ اليوم الأول للأزمة وحتى تاريخه تم استقبال المئات من المصابين الفلسطينيين، وكذلك استقبال الآلاف من العابرين عبر معبر رفح البري، وتم تقديم الخدمات الطبية والعلاجية بالمستشفيات المصرية مع إجراء المئات من التدخلات الجراحية المختلفة بعد أن تعافت بعض الحالات، وإيماناً وتأكيداً على دورها التاريخي تجاه الأشقاء الفلسطينيين
ستظل مصر تبذل جهدها لدعم الأشقاء الفلسطينيين.